إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. بعد قرار تأجيلها موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة 168 مترجمة باللغة العربية والقنوات الناقلة. زاد البحث خلال الساعات الماضية للتعرف على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة 168، وجاء ذلك تزامنا مع إعلان الشركة المنتجة للمسلسل عن تأجيل موعد عرض الحلقة إلى الأسبوع المقبل، ممن أثار ذلك اهتمام الجمهور لانتظار ميعاد عرض الحلقة في الموعد الجديد المعلنة عنه رسميا. ولذلك نستعرض لكم خلال هذا الفيديو ميعاد عرض الحلقة 168 من الجزء السادس لمسلسل قيامة عثمان. وأشارت الشركة المنتجة عن تأجيل عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة 168 لتكون الأسبوع المقبل، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 30 من أكتوبر الحالي 2024 بدلا من يوم عرضها الأساسي يوم الأربعاء الماضي الموافق 23 من أكتوبر 2024. وكشفت بأن ميعاد تأجيل الحلقة جاء بسبب الهجوم الذي استهدف شركة صناعات الطيران التركية، ممن تقرر بذلك تأجيل ميعاد الحلقة للأسبوع المقبل. كما أنه من المقرر بأن يتم عرض الحلقة رقم 168 من الجزء السادس للمسلسل يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مصر والمملكة، ويتم إذاعة الحلقة على قناة ATV التركية وعلى قناة الفجر الجزائرية، ويمكن ضبط تردد القنوات عبر البيانات التالية: تردد قناة ATV التركية عبر القمر الصناعي نيلسات، ويكون التردد 10796، ويكون معامل الاستقطاب عمودي، كما يكون معدل الترميز 27500، فيما تكون معامل تصحيح الخطأ 6 أخماس، أو عبر القمر الصناعي عرب سات، ويكون التردد 12692، ويكون معامل الاستقطاب عموديا، كما يكون معدل الترميز 27500. تردد قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي نايل سات، ويكون التردد 12034، ويكون معامل الاستقطاب أفقي، كما يكون معدل الترميز 27500. شكرا لكم على مشاهدتكم لهذا المقطع، وأضرب لكم موعدا في حلقة قادمة إن شاء الله.